نبتدي مع حضراتكم حلقة السادسة، وعنواننا الرئيسي طبعا ماتش إمبي بعد التجربة الأولى الموسيماني. التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس في ظل الظروف والمعطيات اللي سبقت مباراة الأهلي والمقاولين. بيجي السؤال وعلامة الاستفهام، تغامر وتجرب ولا تريح وتأمن؟ وده أعتقد السؤال الأهم اللي بيدور في رأس موسيماني. عايز تجرب طريقة لعب، عايز تجرب لعيبة عشان تستعد لماتش الوداد، ولكنها مغامرة قد تكون غير محسوبة، لأنك أنت ببساطة شديدة جدا ما تحتملش مجرد حالة غياب واحدة. ولا تريح لعيبتك وتأمن نفسك وتحط كل اهتمامك وتحضيراتك في التدريبات استعدادا لماتش الوداد؟ ده طبعا الشغل الشاغل لموسيماني في مباراته التانية اللي هيواجه فيها فريق مش بالسهل على الإطلاق، وخصوصا أنه ماتشاته مع النادي الأهلي بتبقى ماتشات يعني مهمة وبتبقى ماتشات صعبة وهو فريق إمبي. طبعا مباراة إمبي مهمة جدا يا أحمد، مش بس علشان ده مباراة إمبي وإنه إمبي دايما ماتشاته ليها طعم مع النادي الأهلي والفوز عليه ليه طعم، ولكن برضو لأنها تاني مباراة لموسيماني. قلنا إن إحنا الجمهور متفاهم جدا، مش هيحكم على موسيماني من أول ماتش أو تاني ماتش، ولكن قلنا إن ظهرت بعض الملامح في المباراة الأولى، وأكيد مع المباراة التانية هيظهر بعض الملامح. مش بنحكم دلوقتي، ولكن دايما أي نتيجة مبشرة في الوقت ده هتفرق جدا مع النادي الأهلي ومع جماهير النادي الأهلي، وهتطمن الجماهير جدا. ومباراة إمبي مباراة مهمة في مرحلة الإعداد، سواء هي أو مباراة بيراميدز. أحمد، أنا لو صاحب قرار أنا أطلع 11 لعيب من الناشئين يلعبوا وأريح الفرقة وأمنها من لا قدر الله يحصل أي إصابة، يمكن يطلع نجم جديد، يمكن أكتشف وأشوف حد فعلا وأجرب الناشئين أديهم فرصة، وخصوصا أنت عندك مشاكل في الدفاع. يعني بكرة طبعا المفروض هيعمل هو الراجل صعد، إحنا اتكلمنا في حلقة امبارح، راجل صعد خمسة من الناشئين ممكن جدا يكون ليهم فرصة في الظهور بكرة. على كل الأحوال هنتكلم بتفصيل على مدار الحلقة وتوقعات حضراتكم لماتش الأهلي وإمبي، بس